السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم، حلقة جديدة، برنامج جديد اسمه التغيير. الحقيقة أنا عايز أقول لكم أن ربنا بيحبنا قوي، بيحبنا قوي، أن احنا لسه عندنا فرصة، فرصة لسه عايشين، نفس داخل ونفس خارج، فرصة أن احنا نتغير بجد. علشان كده كان برنامجنا اسمه التغيير. وليه عملنا البرنامج ده؟ عملناه لأن احنا كلنا كل حاجة في حياتنا متغيرة، حتى التغيير نفسه متغير أساسا. العمر بيجري والزمن بيجري والأفكار بتتغير والأهداف بتتجدد. إذا احنا لازم نكون ماشيين مع الحياة، يعني بنتغير. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. إذا الأصل في كل التغيير والطموح والنجاح اللي احنا بندور عليه ان احنا نتغير. فعشان كده اهداف برنامجنا واضحة، ثلاث كلمات: واحد، غير افكارك. اتنين، غير قراراتك. ثلاثة، غير اهدافك. النتيجة ان شاء الله نجاح، طموح، عزيمة، ارادة، تميز. يبقى اذا غير افكارك، غير قراراتك، غير اهدافك، واستعين إن شاء الله تعالى بربنا طبعا، ثم اجتهدنا بقى مع بعض وندردش مع بعض ونحكي مع بعض. علشان كده عايز أقول لكم على بيتين شعر مش هنفهمهم بسهولة. يعني بيقول إيه؟ بقول: لحظة يا صاحبي أن تغفل، ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوك رجل فغاب عن ناظريه المحمل. هو إيه اللي أنا قلته ده؟ حد فهم حاجة يا جماعة؟ الموضوع صعب جدا ولا إيه؟ وحالا هنبدأ التغيير بأن احنا مش فاهمين اللي احنا بنقوله؟ لا طبعا. ايه فكرة الموضوع؟ الفكرة ببساطة ان واحد كان ماشي في صحراء وتايه، فشاف قدام عينيه قافلة معدية، قال لك انا هلحق بسرعة اركب معاهم وامشي معاهم لحسن اضيع واتوه في الصحراء. وهو لسه بيحصلهم وبيجري عليهم، دخل في رجليه شوكة، فعلى ما نزل يطلع الشوكة من رجليه كانت القافلة ايه؟ مشيت. فعلشان كده: لحظة يا صاحبي أن تغفل، اوعى تغفل ولو لحظة ولو ثانية، لأن العمر بيجري والتغيير متجدد وسريع. فاوعى تاخد بالك أن أنت تبعد بقى بصحبة مش كويسة ولا بناس محبطة ولا بكلام الناس اللي بيودي ولكن بيأخر وبيعطل. لحظة يا صاحبي أن تغفل، ألف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوك رجل نزل يجيب الشوكة فغاب عن ناظريه الإيه؟ المحمل. فتاه في الصحراء وضاع. علشان كده عايزين نقول لكم: اوعوا تسرحوا، اوعوا تبعدوا، اوعى اللحظات والوقت والدنيا تغركوا فنضيع زي ما الراجل ده ضاع. طب تعالوا نشوف الناس شايفه نفسها ازاي في تقرير جميل جدا، هنطلع نشوفه ونرجع نكمل تاني في التغيير. خليكم معانا. هل انت انسان عادي؟ انت شايف ايه حضرتك يعني؟ لا اله الا الله. ايوه طبعا انسان عادي. يعني كل انسان عادي، بس بيفرق بين التفكير والعقل. هل انت انسان عادي؟ طبعا انسان عادي، طبعا مواطن عادي عايش وبيشتغل وبربي اولاده. لا مش عادي خالص. مش عادي. طيب اقول ايه؟ الحمد لله تمام. ربنا ما خلاش حد عادي. هل انت انسان عادي؟ ايوه يا عم، انت شايف نخرس اللي مش بتكلم زيك. هل انت انسان عادية؟ ازاي مش فاهم يعني؟ انا طبيعي، انسان طبيعي. ده ايه انسان عادي؟ هل انت انسان عادية؟ ايه؟ انسان عادي ازاي يعني؟ لا مش عادي خالص. هل انت انسان عادي؟ عادي حلو الحمد لله تمام الحمد لله. انا اسمي اسلام الباشا، فعشان كده انا باشا. فانت انت باشا؟ هل انت انسان عاديه؟ نوعا ما عاديه. طب ايه الاسئله دي؟ انسان سوي يعني عاقل، يعني عارف الدنيا ماشيه ازاي، رايحه فين وجايه منين. ربنا يميزنا عن جميع المخلوقات بعقلي. مفيش انسان عادي، كلنا ولا تسعة، كلنا زي بعضين. عادي طبعا عادي. مال يعني مجنون؟ طيب ان انا مش عادي. لا لا. مش عارف والله. انت مش عادي عشان انت بقى لابس النضاره بقى ومظبط. لا انت شخص طبيعي. اللي مش عادي فيك انت؟ ليه انت مش عادي؟ لا دي بتتحدد من شخصيتك انت. انت شايف نفسك مش عادي ولا شايف نفسك عادي؟ معرفش، اشوف نفسك انت. لا انت عادي، انا اعترض على الكلمه دي. طب انا ليه مش عادي؟ عشان لابس نضاره. انت اسال نفسك. ايه معرفش والله. انا مش عادي ده، معرفكش كويس. انا اقول لك انت مش عادي، معرفكش كويس. ليه انا مش عادي؟ عشان مطحون والله. دي حاجه ترجع لك انت. انت عادي يا حلو على دماغنا من فوق. طب ليه انا مش عادي؟ مش عارف. انت مش عادي عشان انت بتعمل فيلم عادي. انت عارف ان انت اللي مش عادي يعني؟ انت مش واثق في نفسك ان انت مش عادي؟ انت ممكن تقدر تبقى انسان عادي وتبقى ايدك انسان كويس جدا. ليه مش عادي؟ عادي، في ناس وحشه وناس
حلوه، انا مش لازم ابقى زيهم يعني. لا انت مش عادي بقى، انت يعني انت حاسس ان في حاجه متغيره فيك؟ ايه اللي ممكن يخليك انسانه مش عاديه؟ يعني مثلا بطير بفكر او بعرف الناس بتفكر في ايه. العقل الجنان، لما اكون مجنون بقى وماشي بقطع في هدومي. كل واحد له تفكير وربنا مدينا طاقه وتفكير غيري، انا غيرك انت غيرهم. ممكن من نظره عينيا ما اكونش عاديه، ممكن من اسلوب كلامي ما اكونش عادي. دماغي وتفكيري بقى. ايه اللي ممكن يميزك ويخليك انسان مش عادي؟ اقلع هدومي دلوقتي. ان انا ممكن افكر اعمل حاجه مختلفه غير الناس. لان اكون انسان محترم جدا، مهذب جدا، متدين جدا، بس وخلاص. على حسب الناس اللي قدامي، يعني لو الناس اللي قدامي وحشه ابقى شايفه ان انا احسن منهم. اللي ممكن يخليني ابقى ساحر وبخفي الناس كلها. اللي يخليني انسانه مش عاديه، يخليني انسانه مش عاديه ان حد قدامي يكون مجنون مثلا ينرفزني. لما بقى العقل خلاص افتقد الهويه خالص، يعني تراك شعرك مثلا، تتكلم باسلوب مش مفهوم، اي كلام بيتقاله خلاص زي ما بيقولوا يعني. يبقى ليا ثلاث ودان، اتنين مناخير كده يعني. يعني عادي ولا مش عادي؟ انا مش عارف. الموضوع المراسل بتاعنا ربنا يكون في عونه طبعا، وموضوع النضاره عامله رد فعل كبير جدا في موضوع انت لابس نضاره فانت عادي ولا مش عادي. طبعا موضوع انت عادي ولا مش عادي هي فعلا هروب من السؤال اللي بجد اللي هو بيوجع. هو انا عايش عادي؟ يعني اتولدت عادي ودخلت مدرسه عاديه وجبت مجموع عادي، فدخلت ثانوي بتاع ده جامعه عاديه بقى، وتخرجت بتقدير عادي فاتجوزت جوازه عاديه، واشتغلت شغلانه عاديه وخلفت عيال عاديين، وبعدين مت موته عاديه. فكلمه عادي هي في الاصل كلمه مش محبوبه، او كلمه بتوجعنا كلنا. علشان كده احنا كلنا اصلا مش عاديين. علشان كده طب تعالوا نشارككم معانا في الاستبيان عشان ما نبقاش عاديين، اللي هو ما لناش هدف. الاستبيان بتاعنا بيقول على الفيسبوك، ادخلوا حالا وشاركونا الاجابه. لماذا تظن انك شخص عادي؟ ليه انت شايف ان انت ممكن تكون شخص عادي؟ يعني ما عندكش طموح كبيره، ما عندكش اهداف قويه، ليه؟ هل عشان امكانياتك ضعيفه؟ لان امكانياتك ضعيفه زي ما موجود قدامكم على الشاشه حالا. اتنين، لان الحياه لا تعترف بالجهد ولا بالتعب، اللي هو مستني بقى الزهر يلعب، او مستني الحظ يبتسم، او مستني حد يكتشفه. رقم ثلاثة، لانني لست غنيا او صاحب منصب، اصل انا مش بتاع مناصب، فلازم اكون انسان عادي وزي ما تيجي. رقم أربعة، علشان انا ما عنديش اهداف اريد ان انا احققها. شاركونا دلوقتي يا ترى انت اختيارك رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، عشان في اخر الحلقه هنشوف النسب، يا ترى كم واحد مختار ايه، ويا ترى السبب هيكون عامل ازاي، علشان احنا محتاجين بجد دعوه للتحدي. دعوه للتحدي، فهل من متحدي؟ هل انت فعلا تقدر تتحدى نفسك؟ تقدر تتحدى عيوبك؟ على فكره سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتز الموت وعرش الرحمن كان عمره كام سنه؟ 36 سنه. طب فتره اسلامه قد ايه؟ 6 سنين. ربنا عز وجل مدح سيدنا يحيى وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإيه؟ وآتيناه الحكمة صبية. يعني كان شاب، ما كانش كبير في السن. علشان كده يا جماعة ويا شباب، التغيير، حتى الكلمة نفسها فيها حركة، حتى اللوجو بتاع البرنامج طواحين هوا وحاجات بتتغير وتروس، احنا عايزين كده. احنا عايزين نخلي البرنامج ده بداية بجد، بداية بتقول ابدأ بنفسك، بداية بتقول احنا عايزين نكون ناجحين، بداية بتقول سؤال، هل انت تقدر تكون ناجح ولا ده كلام؟ هل انت تقدر تكون متميز ولا ده كلام؟ هل انت تقدر تكون واضح مع نفسك؟ خليك معايا في الجملة دي تاني، هل انت تقدر تكون واضح مع نفسك؟ الكلمة دي عايزة تفكير. واضح مع نفسك يعني بتقدر تميز ايه الايجابيات اللي في حياتي، مهارات، امكانيات، واقدر اكون واضح ان انا عرفت العيوب بتاعتي ومشاكل عامله ازاي وازاي اتعامل معاها، وعندي اهداف واضحه، وعندي اصحاب بيساعدوني، وانا راسم قدام عيني صوره ذهنيه جميله بقول انا هبقى فين وهوصل ازاي وامتى. علشان كده اسال نفسك انت فين دلوقتي؟ انت شايف نفسك ايه؟ عاوز تكون ايه طيب؟ هل انت نسيت ان ربنا سبحانه وتعالى قال واستعمركم فيها؟ احنا مخلوقين عشان نعبد ربنا، وعلشان نسعد بالله سبحانه وتعالى، وعلشان نعمر الأرض. وإلا يبقى كلنا جينا اتولدنا صلينا ركعتين وسجدنا سجدتين وقرنا آيتين ودمعنا دمعتين ومتنا،
فعزنا الناس وخلاص. لا، ربنا خلقنا نعبد، وأصلنا كمان عشان نبقى موجودين نعمر الأرض، علشان يبان جهدك، تعبك، عرقك، مجهودك، بصماتك. اوعى تنسى ان في سورة ياسين ربنا عز وجل بيقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب، خلي بالك من اللي جاي بقى، ونكتب ما قدموا من عبادات وطاعات وأفكار، ونكتب ما قدموا وإيه، هي دي بقى، وآثارهم. يا جماعة في ناس، ويا شباب في ناس، أول ما بيموت اتنسى. ده مش كده وبس، ده في ناس عايشة في الدنيا بس ميتة، بس في ناس تانية وهو عايش، احنا مفتقدينه لأنه ده دور كبير جدا، فاحنا بندور عليه وبناخده قدوة، ولما مات عرفنا قيمته أكتر. افتكروا كده أمثلة كتيرة في العلم، زي الدكتور زويل ولا إديسون ولا أينشتاين ولا غيره، وافتكروا الشيخ الشعراوي، وافتكروا الشيخ مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود، وافتكروا ناس كتير، افتكروا بقى مشايخنا، وافتكروا علمائنا، وافتكروا المفكرين محتاجين دول. علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما في مرة من المرات كان قاعد مع الصحابة، فبيقول لهم تمنوا، يلا يا جماعة، وأنا عايز أسألكوا السؤال ده على فكرة، بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد دلوقتي هو قاعد، وكل واحدة بتسمعنا دلوقتي تتمنى أمنية، فكري فيها كده، يا ترى أنا أمنيتي إيه؟ ها تعالوا نفكر، وتعالوا نفكر لو إحنا بالفعل كنا قاعدين مع سيدنا عمر بن الخطاب أصلا. فقال للصحابة تمنوا، يلا جماعة كل واحد يتمنى. فبعض الصحابة قال إيه؟ قال أنا أتمنى ملء الأوضة دي أو الوادي ده، المكان ده كله يكون مليان ذهب. ليه؟ عشان أنفقه في سبيل الله. ده مجموعة من الناس. طب والتانيين؟ أنا أتمنى الوادي ده يكون مليان خيل، والخيل غالية جدا. ليه؟ عشان أتصدق بيها في سبيل الله. قال لا، يعني دي أمنياتكو، عايزين وادي فيه ذهب ننفقه في سبيل الله، ووادي مليان خيل علشان نتصدق بيه في سبيل الله. سيدنا عمر كان عنده رؤية تانية وفكر مختلف، فقال أتمنى. تتمنى يا سيدنا عمر؟ أتمنى أن الأوضة اللي احنا قاعدين فيها، الغرفة دي، مليانة رجالة، مليانة رجالة، شباب جدعان، رجالة، علشان ايه؟ علشان يرفعوا كلمة ربنا. كأمثال مين؟ أبي عبيدة من الجراح، سالم مولى أبي حذيفة. سيدنا عمر عاوز شباب لهم بصمة ولهم دور وعندهم فكر وعندهم أهداف وعندهم طموح. عندنا ناس محبطين، عندنا مشاكل، عندنا عيوب، ما احنا كلنا بشر، ما حدش فينا كامل، بس نقدر نواجه ونتحدى ده علشان ننجح فيه وعشان نوصل له، وده اللي احنا هنأكد عليه في الحلقة دي. فعلشان كده يا ترى لو انت كنت موجود معاهم، هل يا ترى كان سيدنا عمر هيختار أمنيتك ويتبناها أو يدعمك فيها؟ هل يا ترى كان هيوافق على اللي انت كنت هتقوله؟ هل يا ترى لو انت قاعد مع سيدنا عمر هيبقى كلامك زي كلامك العادي دلوقتي لما قلت لك أو قلت لحضرتك ايه أمنيتك في الحياة؟ علشان كده طب تخيلوا بقى لما نقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لي أمنياتكو، احكوا لي عن أهدافكو عشان أباهي بيكو، هنقول إيه؟ كل ده محتاج مننا شوية تفكير. احنا معانا بعض الأقوال اللي تزقنا شوية للتغيير، اللي تخلينا يعتملنا بوشنج كده، دفع، دعم قوي. من الأقوال دي ناس كتيرة قالت كلام حلو قوي، احنا انتقينا منها بعض الأقاويل أو الأقوال الجميلة جدا، زي مثلا من اللي قالوا لنا كلام كان كويس نابليون. نابليون كان بيقول من يقول لي لا أقدر أقول له حاول، ومن يقول لا أعرف أقول له تعلم، ومن يقول لي مستحيل أقول له جرب. يا سيدي جرب، ما احنا اللي جربناه وعرفناه أحسن من اللي احنا ما جربناهوش وإحنا ما عرفناهوش. مصطفى صادق الرفع بيقول لا تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، تلاقي الدنيا متنظمة بس انت من جوه عندك مشكلة. لا خلي بالك، عشان كده في حكمة جميلة بتقول من المستحيل أن تضيف أياما لحياتك، ولكن من الممكن أن تضيف حياة لأيامك، من الممكن أن تضيف حياة لأيامك. كيف تنطلق نحو التميز؟ ويا ترى ايه محلك من الإعراب؟ عندنا ثلاث أنواع من الناس. النوع الأولاني الفاعل. مين الفاعل؟ ده اللي بيشكل حياته، ده اللي بيبني، اللي بيعمر، اللي بيفكر، اللي بيتخطط، اللي بيتكتك، اللي عرف يحسبها كويس. سيدنا معاذ بن جبل عمره 33 سنة، ولما مات خد لقب كبير جدا اسمه أعلم الأمة بالحلال والحرام.
سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لولا معاذ لهلك عمر بن الخطاب. تخيلوا يا جماعة، شاب عنده 33 سنة. ده مش كده وبس، سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام اللي معظم أهل المدينة المنورة أسلموا بسببه. تخيل. طب ومين تاني؟ مين تاني كان فاعل له دور؟ سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق كان شاب، وقام جمع القرآن في مصحف واحد، فكل واحد بيقرأ جملة في تفسيرها أو بيقرأ قرآن أو آية هو بياخد ثوابها. النوع التاني من الناس المفعول به، المفعول به اللي هو بالظبط كده إمعة. يعني إيه؟ يعني زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. والله الناس كويسين أديني كويس، الناس مش كويسين أديني مش كويس، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، طب وإن أساءوا فلا تظلموا، ما تظلمش نفسك. علشان كده المفعول به اللي الناس عمالة تحركوا من هنا لهنا، إيه رأيك نمشي يمين؟ طب يلا نمشي يمين. طب يلا نمشي شمال، يقول له اه والله صح نمشي شمال. طب نطلع لقدام، يقول له كان عندك حق هي فعلا قدام. طب تيجي نرجع ورا، يقول له يا كانت على لساني. علشان كده زي ما ربنا عز وجل بيقول: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. علشان كده الامعة شخص للاسف ممكن حد يشتري ويبيعه، يشترى ويباع. بس انا عايز افكره بسيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، عشان لو انت عندك رسالة وعندك اهداف واضحة عمرك ابدا ما تفرط فيها. افتكروا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. امر واضح جدا. فعلشان كده اوعى ترضى تعيش دور الضحية او دور المفعول به، لانه بيكون امعة اللي يتعرض عليه بيوافق عليه، ما عندوش استقلالية في الرأي، ما عندوش رأي في حاجة، تابع لكل حد، يسمع ده يمشي وراه، يسمع ده يمشي وراه، يسمع ده يمشي وراه. هل انتوا سمعتوا عن البحتوري؟ الشاعر العريق جدا البحتوري. عارفين مشكلة البحتوري كانت ايه؟ قعد 18 سنة يمدح الخلفاء، وبعد ما يمشي من عندهم يذمهم تاني. يعني يمدح الخلفاء وبعد ما يمشي يذمهم. هو ده بالظبط فكرة اللي هو انا معاك معاك وضدك ضدك، وانا مختلف معاك بس معاك، ومعاك بس مختلف معاك. فكرة ان انا اي حد بيحركني اسمع كلام على الفيسبوك انشغل بيه جدا، وابدا ادور عليه، وعلى شرط اروح اعمل شير ده. طب يا سيدي الخبر مش صحيح، انت ليه بتوافق عليه؟ يقول لك ما عادي بقى جت على دي. او زي بالظبط اللي هو بيسرق او بيظلم او بيفتري على الناس. يا سيدي السرقه حرام ما ينفعش، يقول لك يا سيدي انا سرقت 1000 جنيه ده غيري سرق مليون. فبيبدا يقارن نفسه في الحرام مع غيره باللي عمل حرام اكتر منه. طب يا سيدي اللي سرق ده ممكن يردهم ويتوب منهم، انت بقى حالك ايه؟ عشان كده من ضمن الطرف الجميلة ان انسان كان قاضي، فجاله اتنين متخاصمين مع بعض، فسمع من الاولاني كلام جميل جدا، قال له والله معاك حق. فالتاني لما اتكلم اقتنع بكلامه جدا، قال له والله انت معاك حق. المفاجأة ان كانت زوجته، زوجة القاضي، بتسمع من ورا الستار، فقالت ما هذا الحكم؟ انت معاك حق وانت معاك حق. فهو لا، قال لها والله انت كمان معاك حق. فبفكركم تاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، زي ما رواه الترمذي. فضل بن عياض بيقول: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وربنا عز وجل قال لنا قانون القلة دايما في القرآن عنده مشاكل، لا قانون الكثرة اللي عنده مشاكل. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. علشان كده في مرة من المرات ماتت امرأة كانت يعني مرشحة تبقى ملكة في بريطانيا، فماتت وبقى يعني قنوات عمالة تتكلم عنها كأننا بنطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يا جماعة احنا مش كده، احنا أعلى، احنا أعلى بكتير. الشباب الجميل اللي بيسمعني دلوقتي، فين أهدافك؟ فين طموحك؟ الإحباط ما موجود، على فكرة الإحباط مش هينتهي خالص، الناس دي موجودة موجودة، بس احنا دورنا هنتعامل معها ازاي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما جاء في الجامع الصغير. يبقى نأكد تاني، إن الله يحب إيه؟ معالي الأمور.
طيب مش انت بتحب ربنا؟ مش انت عاوز تفرح ربنا بيك؟ مش ربنا بيفرح لما لعبت يوتيوب؟ اه. طب ما تاخد خطوه. طب وانت بتسمعنا دلوقتي طب ما تستغفر، وحضرتك بتسمعنا دلوقتي طب ما تفكري في حد انت مزعلاه منك وصالحيه، اللي مزعل والده بقى، مزعل والدته، ظالم حد في حاجه، بينه وبين ربنا ذنوب، طب ما نستغل الوقت ده ونستغفر علشان ما نقعش ضحيه للمفعول به، ونبقى من الناس الامعه اللي شخصيتهم ضعيفه وعقل ودينه للاسف بيضيعوا منه. ليه؟ لانه امعه، فبيأكد في كل موقف انه ضعيف الشخصيه، حتى عقله او دينه ما انتش عارف تسمع منه او تفهم منه، فبيعيش للاسف ذليل وتابع لاي كلام بيسمعه، كلام بقى بيسمعه من حد يقول لك قالوا لنا وحكوا لنا. النوع الثالث وده المضاف اليه، يبقى عندنا فاعل وعندنا مفعول به وعندنا مضاف اليه، دول بقى في وادي واحنا في وادي تاني خالص. علشان كده احنا مش هنضيع وقت كتير في المضاف اليه، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل تاني. هسيبكم الصلاه على النبي ونرجع نكمل تاني في التغيير. خليك معانا، لسه عندنا كلام كتير. هل انت انسان عادي عايش بلا طموح؟ مفيش انسان عايش عادي بلا طموح، كل انسان خلق له رساله بيؤديها. مفيش حد بيعيش بلا طموح وهدف طبعا. مفيش حد يقدر يعيش من غير هدف. لا، كل واحد لازم يبقى عنده هدف وطموح. لا طبعا، مفيش انسان عايش بلا طموح، اي انسان لازم يكون له طموح طبعا. لا طبعا، مفيش انسان بيبقى عايش من غير طموح. الانسان اللي يبقى عايش عادي بلا طموح احسن له. لا، لازم يكون واحد فيه عنده هدف بيسعى عليه ايا كان، لو كان بعيد لازم يجري. كل انسان له هدفه وله طموحه اللي بيحاول يحققه دايما. طب انت طموحك ايه بشكل عام؟ طموحنا ان البلد تتعدل وربنا يصلح الحال والاسعار تكون كويسه والامور تكون مستقره. اتمنى الخير للجميع ان شاء الله، يعني اتمنى مصر تبقى بلد دوله قويه عظيمه بحيث بشعبها وبناسها، بحيث ان الشعب فيها برضه يبقى مستريح يعني. والله نفسنا نبقى نلاقي سكن ونلاقي عيشه كريمه ونلاقي حاجه كويسه يعني. كل واحد يراعي ربنا في شغله. نفسي اشوف بلدنا احسن بلد عشان ما فيش بعد بلدنا، ان احنا ما نتحوكش لحد بشكل عام. ويا رب يعم السلام عليكم وعلى كل البلاد اللي فيها مشاكل. انا طموحي اشوف بلدي احسن بلد في الدنيا. طموحي الرضا. ايه اللي ممكن يخلي الانسان ما يبقاش عنده طموح ولا هدف للنجاح؟ الاحباط، يعني يحصل له حاجه في حياته تبوظ له يعني اللي هو شايفه من المستقبل او المفروض ان هو كان شايفه من المستقبل. ترجع للاجواء اللي حواليه، اجواء الدوله والاجواء المحيطه بيه علشان اكيد عنده حاجات في ذهنه بتعرقله عن الطريق اللي هو المفترض ان هو يسلك فيه. يمكن يتعود على الفشل. ايه اسباب ان الواحد يعيش لا يفكر الا في لقمه العيش؟ لقمه العيش هي اهم شيء في الحياه. الايام الصعبه اللي بنمر بيها لما يبقى بقى عايش حاله اكتئاب او ما عندوش امل. الغلاء والضغوط الشهريه اللي ملتزم بيها. من اللي احنا بنشوفه من غلو الحاجه، من لان احنا بقينا في مجاعه. الظروف الاجتماعيه اللي احنا فيها، زحمه الحياه وضيق العيش. الانسان الطبيعي المفروض يبقى عنده هدف اكبر من لقمه العيش بكتير. ما هو لو انسان ما يفكرش مش عايش. انت مش كل حاجه اكل وشرب، لازم من اي انسان لازم يكون له هدف في الحياه يعني. ليه مش عايز تكون طموح؟ في حد قال كلمه حلوه قوي، بيقول اللي ما بيفكرش ما بيكونش طموح. كلامه صح جدا. علشان كده احنا اتفقنا معاكم في الحلقه دي اللي اسمها عادي ولا غالي، وده الهاشتاج بتاعنا، عادي ولا غالي، ده اختيارك، كل واحد بقى يختار عادي ولا غالي. طب ازاي ما نكونش عاديين؟ اول حاجه، يلا بقى يا جماعه الورق والقلم بقى اكتبوا معانا علشان نذاكر مع بعض ونراجع مع بعض، عشان ان شاء الله الحلقه اللي جايه نبدا نتكلم مع بعض بقى احنا عملنا ايه ووصلنا لايه، وكمان الفيسبوك بتاعنا موجود علشان نشارك بعض ونتواصل كتير مع بعض، لان ده برنامجكم زي ما هو برنامجنا احنا كلنا في الاخر. عايزين الايه؟ عايزين التغيير اللي يريح البال، اللي يسعد القلب، اللي يغير الفكر والقرارات والاهداف علشان نوصل لاعلى نجاح، وان الله يحب معالي الامور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. طالما معانا ربنا ما حدش يقدر زي ما بيقولوا كده هيهدنا يعني. طيب اول حاجه هنعملها هنتفق عليها مع بعض، استثمر مواهبك ولا يضيرك الظروف. اول خطوه
عشان كده نتفق فيها مع بعض ان انت اول حاجه لازم تستثمر المواهب ولا يضيرك الظروف. هنقولهم مع بعض ست خطوات وبعدين ناخد واحده واحده من ايه يعني نذاكر فيهم مع بعض. رقم 2 اعرف قدر نفسك، لازم تعرف قدر نفسك. رقم 3 بذل المجهود ودفع الثمن. رقم 4 تخلص من الجبل، ايه الجبل ده هنعرف بعد شويه. 5 رتب اهتماماتك واولوياتك، هنعرف برضو ايه الموضوع ده. 6 من المسؤول عن حياتك، يا ترى مين المسؤول عن حياتك؟ ناخد بقى واحده واحده علشان نركز قوي، لان ده الصميم بقى، ده بتاع الحلقه يعني مبنيه عليه. اول حاجه ان انت تستثمر مواهبك ومهاراتك وامكانياتك وقدراتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان اللي مش بيطور من نفسه هيبقى انسان قديم، هيبقى انسان عادي. يعني اللي كان صوته حلو وهو صغير ويقول لك انا كان زمان صوتي حلو، طب وانت ليه ضيعته؟ لان انت ما تمرنتش، انت ما تدربتش. واحد يقول لك والله يا جماعه انا كنت برسم حلو جدا بس خلاص بقى ما بقتش اعرف، لان انت ما تدربتش، انت ما مارستش ده. فعلشان كده مهما يقابلك من صعوبات او مشاكل، الضربه التي لا تميتك ولا تقسم ظهرك تقويك. اعرف امكانياتك كويس، ايه المتاح. هدي مثال، الموبايل اللي معانا اللي احنا بنستعمله كل شويه في حياتنا ده، هل يا ترى انا طول الوقت كل شغل عليه الفيسبوك وتويتر وخلاص بتابع ايه الجديد وعملوا ايه؟ وكل شويه خلي بالكم، وكل شويه الحاله النفسيه متلخبطه، ده خبر حلو وبعدين ده خبر عاجل انفجار وده خبر عاجل حصل مش عارف ايه، وبعدين خبر كاذب وبعدين خبر فنفسيتي تعبانه، لان انا خليت المواهب بتاعتي والمهارات مالهاش وقت بحجه ان انا مشغول ومش فاضي. في حين ان انت لو خدت من الوقت بتاع الموبايل والفيسبوك شويه وقت، هتلاقي عندك وقت تقرا فيه، عندك وقت تزود نفسك، تحضر دورات تدريبيه تفيدك. علشان كده من ضمن استثمار المواهب، واحد كان بيصطاد سمك، عشان بس اعرفك ان انت غالي قوي بس لازم تعرف ده. فواحد كان بيصطاد سمك فاستغربوا جدا، كل ما يصطاد سمكه كبيره ياخدوها ياخدها ويرميها، يصطاد سمكه صغيره ياخدها ويعينها. فالناس استغربت جدا، يا سيدي انت بترمي السمك الكبير ليه؟ ده احنا كلنا بندور على السمك الكبير، فانت بترميه ليه؟ فالمفاجاه كانت فين؟ قال لهم اصل انا الطاسه او المقلاه اللي انا بعمل فيها السمك صغيره وما تاخدش السمكه الكبيره، وما تاخدش السمكه الكبيره. فهل يا ترى انت بتفكر زيه؟ طب يا سيدي تاخد السمكه الكبيره وقطعها على قد الايه؟ المقلاه بتاعتك، ليه ترمي ما تخافش من التغيير، ما تتفاجئش بيه، ما تهربش منه، جرب واقتحم. مش احنا بنقول العقل عدو ما يجهل؟ طب ما تخليه مش ما يجهل، طب ما تخليه جرب عشان يبقى العقل عرف اللي عايز يعرفه بدل ما هو كله ما يجهل. ده من ضمن الاستثمار ده إيديسون مثلا. قبل ما اقول غزوة بدر كان فيها موقف حلو قوي. إيديسون اللي عمل المصباح الكهربي، طب هو عمله ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان ام إيديسون، حلوة ام إيديسون دي، كانت بتعمل عملية جراحية، وكان زمان الموضوع كله في فتيلة الزيت، عارفين اللمبة الجاز كده زيها، فالفتيلة انطفت فما فيش كهرباء ما فيش نور يعني، فالطبيب ما شافش فأمه ماتت في العمليات. خد قرار انه لا، انه يستثمر افكاره ويبدع انه يجد طيار كهربي بيعمل نور زي ده ما بيقطعش مستمر، فعمل الفكرة دي. إيديسون عمل الطيار الكهربي، عمل المصباح ده في التجربة رقم 10,000. يا ايه ده كل ده 10,000؟ 10,000. فقالوا له انت فشلت 9,999 مرة، ما هو عمله في 10,000 يبقى فشل كم مرة؟ 4 تسعات، 9,999 مرة. بس ده تفكير الناس السطحيين العاديين، انما الناس الغاليين المفكرين المبدعين الناجحين اللي عندهم ارادة وعزيمة وعندهم طموح بيفكروا بشكل مختلف. قال لهم ايه؟ قال لهم انا اتعلمت 9,999 طريقة لا تؤدي لعمل المصباح. شفت العبقرية دي؟ احنا عايزين نبقى كده، مش عايزين نستسلم لأقل ظروف. ده واحد بيعمل تجربة مرة وما تكملش يقول لك انا فشلت في الحياة، عمل استثمار بألف جنيه وخسره يقول لك انا خسرت فلوسي كلها. لا 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 لا، فكرش كده، ما تبقاش سطحي في التفكير او تفكير عادي. لا، احنا مش عاديين، احنا غاليين، احنا ناجحين مميزين، لنا تفكير مختلف جدا. ده مش كده وبس، إيديسون نفسه لما كبر بقى حاجة و70 سنة، المعمل بتاعه اتحرق كله، يعني ثروته كلها بتضيع،
فابنه كان اسمه تشارل جه بسرعه جدا، الحق المعمل كله اتحرق. فطبعا الطبيعي راجل يتصدم يجي له جلطه بقى يموت فيها، بس ده مش عادي. العادي اللي يحصل معاه كده، انما ده مش عادي، ده غالي. بيفكر كويس لانه مفكر مبدع. فعمل ايه؟ قال لهم الحمد لله ان الحريقه دي مسحت اخطاء انا، ونبدا من جديد، هنبدا نشتغل من الاول تاني. تخيل الفكر ده، هو ده بقى الناس اللي بتعرف تستثمر. انت بقى دور جواك، انت بتعمل ايه وانت مين. غزوه بدر لما سيدنا زيد بن ثابت كان في صفوف المقاتلين وكان لسه شاب صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعه من الجهاد، لا مش هينفع. فبكى وتوسل للنبي جدا صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهايه النبي رفض. سيدنا زيد بقى ما خدش الرفض ده انه فشل وانه ضاع وانه لا يستحق الجهاد ولا يستحق شرف الشهاده، ولكن زيد كان عنده مهاره تانية، كان عنده قدرات وملكات خاصه، فكانت امه محفظاه 17 سوره من القران وبعتته للنبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي يعرف انه بيحفظ كويس جدا. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ملكات سيدنا زيد الرائعه في الحفظ وموهبته في الثقافه والعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر يوظف المهاره دي. عشان كده الصحابه كانوا محترفين، كل واحد يحترف شيء. فالنبي طلب منه يتعلم اليهوديه، فاجاد اليهوديه قبل اسبوعين بالظبط، وطلب منه نبي يتعلم اللغه السريانيه، كانت صعبه جدا، اقل من 17 يوم كان متقن هذه اللغه، فيصبح بذلك سفير الاسلام وكاتب الوحي. ده السفير، ده المترجم. عشان كده مش هنقرا ايه ولا نتدبر سوره الا وله نصيب منها، لانه هو كان جزء من انه جمع القران في مصحف واحد بفكره من سيدنا عمر بن الخطاب وفي عهد سيدنا ابو بكر الصديق. عشان كده اغتنم بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. والحديث في الصحيح. الخطوة الثانية: اعرف قدر نفسك. لو انت مش عايز تبقى عادي وعايز تتغير وتبقى ناجح ومؤثر، اعرف قدر نفسك. الحقيقة انا مش هحكي كتير لان كل واحد يقدر يميز، بس انا احكي لك موقف جميل قوي لسيدنا زاهر بن حرام. سيدنا زاهر بن حرام كان صحابي جميل، ولكن كان قوي البنيان، كان دميم الوجه يعني ما كانش امور قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم في مره من المرات في السوق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وحضن زاهر. زاهر كان طبعه قوي شويه، فحضن سيدنا زاهر من ظهره، حضنه جامد كده. فسيدنا زاهر بيزق بيشوف مين، فاول ما بيبدا يعني يفتح ايده يشوف مين، فبيلف لقى النبي فاتح له حضنه، فحضنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان زاهر حاسس انه مش محبوب قوي مثلا، يعني مش مندمج قوي مع الصحابه، فالنبي قرر يغير الفكره عشان يديله تقدير عالي لنفسه. فالنبي رفع ايد زاهر لفوق وقال: من يشتري هذا العبد؟ مين يشتري العبد ده؟ فسيدنا زاهر بيقول له: تجدني كاسدا يا رسول الله؟ تلاقيني ايه؟ كاسد، عادي يعني، ماليش قيمه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يعلي قدره لنفسه ويخليه يقبل ذاته علشان يبقى ناجح ومؤثر وقوي. فالنبي يقول له: ولكنك عند الله غالي. انت غالي قوي يا زاهر، انت غالي قوي. تخيل بقى نظرة زاهر لنفسه ونظرة الصحابة ليه. وبص بقى على زاهر عمل ايه بعد كده: قوة وهدف وتغيير انت محتاج الدفعة دي، محتاج تقدر قيمة نفسك، ومحتاج تعرف انت بتعمل ايه علشان هتوصل لايه. طيب رقم ثلاثة علشان ما نبقاش عاديين ونكون ناجحين جدا، رقم ثلاثة: بذل المجهود ودفع الثمن. للأسف كلمة دفع الثمن بنفهمها ان فلوس بس، رغم ان مش دي الحقيقة. دفع الثمن ده ست انواع: دفع ثمن عقلي، تفكير، شغل، يبقى دفع ثمن عقلي. اتنين: دفع ثمن اجتماعي، هقلل بقى من قعدي مع اصحابي واهل بيتي ليه؟ عندي حاجات بذاكرها وعندي حاجات بقراها وبسافر وبروح. دفع ثمن بدني، هقلل نومي شويه، هتحرك كتير، همشي كتير، هراجع، فالبدن تعبان. دفع ثمن نفسي، الاحباط بتاع الناس والارهاق بتاع الناس والضغوط النفسيه وغيره، فدفع ثمن نفسي، استحمل، واجه الاحباط، واجه كلام الناس عشان تنجح وتبقى غالي وناجح، ما تبقاش عادي. خمسه: دفع ثمن زمني. يا جماعه كل حاجه عايزه وقت، مش هتخلص بسرعه، فانت محتاج وقت. رقم ستة: دفع ثمن مادي، فلوس.
لازم تدفع ثمن الحاجة دي. عشان كده لما تلخص حكم الزمان كلها في حكمة واحدة بس، حكمة واحدة بس تلخص بقى حكم الزمان، كانت بتقول ايه؟ لا يوجد غداء مجاني، مفيش حد هياكل ببلاش، فعشان كده محدش هينجح ببلاش ولا هينجح نجاح عشوائي. نطلع فاصل بقى نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونفتكر الثلاث خطوات اللي قلناهم، وهنرجع بعدها نعرف الخطوات اللي باقيه هتكون عامله ازاي. نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. ازاي تكون متميز وناجح؟ بالعمل، ثقة في الله، هو سبحانه وتعالى هو بيخليني متميز. دلوقتي مفيش حاجة الواحد يعملها عشان يبقى متميز وناجح، ننجح في حياتي العملية نشوف ايه اللي يساعدني ان انا بنجح وادور عليه وامشي فيه. لما يكون واحد بيرضي ضميره ويرضي ربنا بيبقى دايما بيبقى الانسان ماشي في طريق صح. يعني ان انا ابقى رقم واحد في المكان اللي انا فيه، انا شايف ان انا شغل عقلي عن طريق الاجتهاد. ايه شعورك لو وصلتي للحاجة اللي نفسك فيها؟ هتعمل ايه؟ هبقى فرحانه جدا واشكر ربنا طبعا. يعني الواحد هيبقى مبسوط طبعا، يا احمد ربنا ان انا قدرت احقق اللي نفسي فيه. احاول اخدم مجتمعي واخدم بلدي في اللي وصلت له، اشوف احلام غيري واحاول اساعد. هشكر ربنا، بقى اسعد انسان في الدنيا ان انا وصلت للهدف اللي انا عايزه ايا كان ايه هو. هفكر في الاحسن منك. زي ما تكونش عادي بقى، شوفنا التقرير، الناس محتاجة تتغير بجد، هم عايزين كده واحنا كمان عايزين كده. احنا قلنا ان احنا عايزين نتغير، عايزين ما نبقاش عاديين، عايزين نبقى غاليين مميزين ناجحين. فقلنا ان احنا نستثمر مواهبنا، قلنا ان احنا يعني لازم نبذل مجهود علشان نعرف نعمل حاجة ونقدر قيمة نفسنا. كمان تخلص من الجبل. ايه كلمة تخلص من الجبل دي؟ تخلص من الجبل يعني اي حد يا جماعة عنده حاجة شايلها على دماغه بتعطله، فاحنا هنعتبر ده جبل. فممكن الصحبة المحبطة تبقى جبل انت مش عارف تمشي لان هي ركزة عليك تعباك معاها. الكلام المحبط جبل، التوكل على الناس، العشم الزيادة في الناس، دي انواع من انواع الجبال بقى، اللي هي الجبال النفسية اللي بتعطل. الذنوب الكتير جبل كبير. تضييع الوقت في الفيسبوك وغيره جبل كبير. وفي جبل كده هنتكلم عنه المرة الجاية، جبل ضخم قوي اسمه يعني المواقع الإباحية، للأسف بقت جبل صعب جدا وبيضيع شباب كتير وبنات كتير جدا. فعشان كده تخلص من الجبل، دور انت بقى ايه الجبل اللي انت محتاج تتخلص منه علشان تعرف تعيش كويس. رقم 5، رتب اهتماماتك. رتب اهتماماتك وأولوياتك علشان تعرف تعيش. يعني رتب علشان تعرف تعيش، يعني ما تبقاش بالظبط يا جماعة وقت ما الموضوع يبقى كويس يبقى كويس، لا. زي بالظبط واحد كسلان جدا، المطره بتنزل عنده في البيت لان البيت من غير سقف، فالمهم راحوا له بعد ما المطره خلصت، طب ما تعمل سقف؟ قال لهم طب اعمل سقف ليه ومفيش مطره؟ فهي نفس الفكره، يعني ودنك منين يا جحا؟ فعشان كده رتب اهتماماتك علشان تعرف انت بتعمل ايه امتى وفين. اوعى تسيب نفسك ضحيه لطبيعه الحياه والظروف اللي هي تمشي زي ما تيجي، ما توافيش على نفسك تبقى من النوع ده. رقم 6 والاخيره، سؤال هساله لك ومنه وصيه ليا وليك، مين المسؤول عن حياتك؟ هل يا ترى ناس تانية مسؤولة ولا أنت مسؤول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الناس غاضيان، الناس نوعين، فبائع نفسه فمعتقها يعني يعتقها من النار، ووا أو مبقها يعني بيضيع حياته لأنه رهين الحد. وربنا عز وجل قال لنا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فخليك مسؤول عن حياتك، راجع نفسك، راجع حساباتك. علشان كده بنقول: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، غدا ستصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، فإما لجنات عدن وإما والعياذ بالله في النار هالك. علشان كده عايز اقول لكم على قصة سريعة. وليه سريعة؟ علشان تاخد الودن وتحط الكلمة كده في الاعتبار. ابراهيم بن ادهم كان زميله اسمه شقيق البلخي، فشقيق قرر ان هو كان اسمه غريب شوية، ان هو يعني يسافر بلد تانية يشتغل يعني. فسافر وبعد كده الفجر وبعد كده بالليل
ابراهيم ندم لقى قدامه. ايه يا عم، ايه اللي رجعك؟ انت جيت لي مش انت اتفقت معايا ان انت هتشتغل؟ طب ايه اللي رجعك طيب؟ فقال له اصل انا وانا يعني ماشي في الطريق ولقيت مكان فاضي كده فقعدت استريح، فلقيت طائر اعمى كسيح. خلي بالكم من القصه، طائر اعمى كسيح. فقلت الطائر ده عايش ازاي؟ بعد شويه لقيت طائر نزل اكله وشربه، اكله وشربه. فزي ما ربنا رزق الطائر الاعمى الكسيح قادر انه ايه؟ ها؟ انه يرزقني. فعشان كده قلت بس لا تعب نفسي ولا حاجة، أنا أرجع تاني وزي ما ربنا رزق الطائر الأعمى الكسيح هيرزقني. إبراهيم بن أدهم قال له جملة عايزين نكتبها أنا وإنتوا بمية الذهب عشان دي بداية التغيير في أول حلقة. قال له يا شقيق لما رضيت أن تكون أنت الطائر الأعمى الكسيح؟ لما رضيت أن تكون أنت الطائر الأعمى الكسيح ولم تكن أنت الطائر الذي يأتي إلى الناس بالخير؟ ليه رضيت تبقى الاعمى الكسيح وما رضيتش للي جايب له الاكل، للي جايب له الخير؟ فعشان كده يا ترى انت عادي اعمى كسيح ولا انت غالي بتجيب للناس الخير؟ تعالوا بقى بسرعه نشوف فيديو ونرجع نكمل بعد الفيديو، خليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। ये चल चल। सोलत पकड़ के उठो ना धमाका सजा के चलो। सोलत पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। محتاج سقفة الولد ده، محتاج سقفة الولد ده. قال لنا كلنا في الفيديو ده ابدأ بنفسك، خد خطوة وبعد كده كله ان شاء الله هيتحرك معاك. فخد خطوة، علشان كده على كل منا ان يغير حياته بنفسه. لازم تبدأ من عندك، لازم تفكر انت تاخد طريق تتغير بجد، وده اسمه التغيير. اهم رحلة في حياتك رحلة التغيير، ما بين حاجة لحاجة احلى، ما بين ضياع لما بين نجاح، ما بين عادي لغالي، ودي رحلة تمنها كبير قوي بس نقدر نعملها. الحاجة التانية ان كل واحد مننا لازم يرسم طريقه للجنة، ما ينفعش تبقى عايش وخلاص، لازم تفكر في الجنة حتى لو الدنيا خدتنا بقى والفتن خدتنا، بس الجنة يا جماعة الجنة غالية قوي. لازم نكون ان شاء الله تعالى يا رب نكون من الناس دول، انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لازم نكون من الناس اللي كل تعبها ومجهودها لله ممن يريدون وجه الله. علشان كده هنرجع تاني للاستبيان ونسأل السؤال اللي احنا قلناه، ليه بتظن ان انت شخص عادي امكانياتي ضعيفة؟ لا، الحياة ما بتعترفش بالجهد والتعب. لا انا مش غني او صاحب منصب، اصلا انا عندي اهداف عاوز احققها. يعني هناخد بعض النتائج اللي حضراتكم شاركتونا بها على الفيسبوك. ريان بيقول لان العادات والتقاليد هي من تحكم، والثانية لأنني من رضي وأنا المسؤولة عن كل شيء بيحدث في حياتي، ولكن موقنة أن الله معي فلن أحزن، ولن أحزن ما دام هو حسبي ونعم الوكيل. يعني خليل بيقول أن إمكانياتي المادية ضعيفة والعرب لا يستمعون لكلمة من لا يملك المال.
لمياء هشام بتقول لاني مش عارفه ازاي اغيرها، مش عارفه امكانياتي، مش عارفه ازاي احدد لنفسي اهداف ولا املك المال. منى بتقول لا ارى نفسي شخص عادي. ام فافا بتقول طب الحل، وهي بتختار رقم 2. امنة بتقول امكانياتي ضعيفة. عندنا رمزي بيقول كل انسان بيعيش باللي ربنا كتبه له. سامية بتقول امكانياتي المادية ضعيفة. عبد الرحمن بيقول لان مفيش حد بيشجع. في برضو الاسم غريب شوية بيختار رقم 2. كفاية اني مصرية مختارين رقم 3. روز بتقول وي، يعني انا موافقة على السؤال. جمال اللورد بيختار رقم 2 وجريدو، يعني الاسم غريب شوية طبعا اكيد فرنساوي بقى وحاجة كده ما يعرفهاش. فرنسا بقى معانا يعني ربنا يعزكم. بيختارين رقم 1. طبعا زي ما الاستبيان موجود قدامكم علشان الامكانيات يعني ضعيفة وكده. احنا كمان معانا على تويتر الهاشتاج اللي موجود قدامكم، هتلاقوا النسب قدام عينيكم دلوقتي. لماذا تظن انك شخص عادي؟ 13% عشان بيقولوا عشان امكانياتي ضعيفة. 25% بيقولوا لان الحياة لا تعترف بالجهد، ده على تويتر. 44% ودي نسبة كبيرة جدا بيقولوا لانني لست غنيا وذو منصب. 18% ليس عندي اهداف عشان احققها لتحقيقها. نسبة كبيرة جدا عشان ما عنديش منصب او عشان انا مش غني. بس عايز اقول حاجة، المتميز يا جماعة هو اللي بيعمل كل حاجة، الفلوس بتيجي بعدين مش بتيجي في الاول، فاحنا عايزين نبذل مجهود ونتعب علشان نوصل. علشان كده رسالتنا في اخر البرنامج، انا بس عايز اقدم يعني عذر كده سريع لكل حبايبنا اللي بيسمعونا ومشاهدينا الغاليين. معلش الحلقه الاولى يعني كانت مليانه شويه فما خدناش التليفونات او اتصالات، ونوعدكم الحلقه الجايه هتاخدوا وقت كبير جدا لان احنا البرنامج ده احنا مع بعض وليكوا وبيكوا ان شاء الله. عايز اختم بقى برساله بتقول لن تستطيع. كل واحد بيقول لنفسه الكلمة دي لن تستطيع، عايز أقول له إذا كنت تعتقد أنك مهزوم فأنت مهزوم. إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع القيام بأمر فلن تستطيع. وإذا كنت ترغب في الفوز ولكنك تعتقد أنك لا تستطيع فإنك لن تفوز. إذا كنت تعتقد أنك ستخسر فأنت خاسر. في هذا العالم النجاح يبدأ بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، بإرادة المرء ثم بإرادة المرء، فالأمر كله متوقف على طريقة التفكير والقناعات ودفع الثمن. إذا كنت تعتقد أنك إنسان مميز فأنت إنسان مميز. أنت في حاجة لأن ترتقي بتفكيرك كي يرتفع شأنك. أنت في حاجة لأن تكون واثقا بنفسك أولا حتى تتمكن من الفوز بجائزة التميز. والمعارك لا يكون النصر فيها دوما للأقوى أو الأسرع، لكن النصر حليف المجتهد المفكر صاحب الخطوات العملية والأهداف الواقعية القوية. اوعى تقول لنفسك تاني لن تستطيع، انت تقدر كتير قوي، خليك قدها، خليك عندك رغبة التغيير. دي كانت حلقتنا النهاردة وده كان برنامجنا. هسألكوا تاني السؤال، انت عادي ولا غالي؟ انت غالي جدا جدا جدا. في الختام الحلقة الاولى بشكر كل اللي تعبوا معانا، فريق الإعداد، فريق الإخراج، كل القناة مشكورة على البرنامج الجميل ده وعلى المجهود الكتير اللي من وراء الكواليس اللي انتم مش عارفينه اللي انا شفته بعيني، فبشكرهم جدا 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 اسما اسما وشخصا شخصا. وربنا ان شاء الله تعالى يجعلها بداية خير، وان شاء الله مكملين معاكم كل خميس 8:30 مساء. حلقة جاية هتكون سخنة قوي مهمة جدا، فتابعونا، اشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.